السلام عليكم، انا معاذ عبد الجليل. ان شاء الله هشرح ماده الكترونيك سيركت 2. السلايدات او الورقه دوت خاص بدكتور اشرف، استاذ دكتور الماده في كليه هندسه المنهل. فبنتكلم عن انتجريتد سيركت امبليفايرز. هو الجزء الاول في الورق خاص بي ازاي عن طريق المسفت اقدر اعمل elements تتحط جوه الاي سيز. فمثلا اول حاجه عندنا الريزيستور from chip we can use المصفت له مقاومة اللي ما بين ال drain source اسمها RDS. ممكن نستخدمها يعني عن طريق إن احنا نتحكم في القيمة بتاعتها فتشتغل كريزيستور. فين في ال في التريد ريجن؟ انت عندك ال ID بيساوي ميو ان سي او اكس اوميجا على ال في جي اس ماينس ال في تي ان في ال في دي اس ناقص ال في دي اس سكوير على الاتنين. كل دوت على بعض هو ال كي ان. VGS ناقص ال VTN هي نفسها ال POV. ال VDS نزلت ودي نزلت. since VDS at right is very small ال VDS بتبقى صغيرة قوي، فهي صغيرة. لو مثلا عندي نص، النص دوت لو ربعته هيصغر أكتر لأنه قيمة أقل من الواحد، فهيبقى ربع. الربع دوت لو خدته وقسمته على الاتنين فهيبقى تمن. فده هيخلي إن VDS بما إن أصلا في العادي في التراي ريجن بتكون صغيرة، فلغاية ربعت ورجعت اتقسمت على الاتنين هيخليها صغيرة أوي، فأقدر إيه أقدر أعملها كده. فإيه يعني الـ POV في الـ VDS بالنسبة لها تبقى كبيرة فأقدر أعملها، فيبقى الـ ID بيساوي تقريبا KN POV في الـ VDS. هجيب الـ Conductivity عن طريق إن أنا أجيب إيه التغير التيار بالنسبة للجهد. أنت يعني إيه الـ Resistance بتساوي V على I، فلو أنا هجيب I على V فأنا كده بجيب الـ Conductivity أو الـ Conductance اللي هي الـ GDS. هجيبها فهتطلع ايه يعني لما اشتق دوت الترم دوت بالنسبة لل VDS. فخلاص انا عندي VDS هنا واي حاجة جنبها تعتبر كونستانت، فالمشتقة هي الحاجة اللي جنبها بس اللي هي ال KN POV. فيبقى كده ال ترانس كوندكتنس GDS GDS هتساوي ميو ان سي او اكس اوميجا على ال اللي هي نفسها ال KN، وال POV في ال VDS اللي هي ال VGS ناقص ال VTN. احنا قلنا دي طارت كده خلاص، يبقى فاضل ال POV بس اللي هي ال VGS ناقص ال VTN. فيبقى طالما دي ال conductivity اللي هي نفسها واحد على المقاومة، فيبقى المقاومة بقى ال RDS كقانون هي واحد على الكلام دوت، فيبقى واحد على ميو ان سي او اكس اوميجا على ال VGS ماينس ال VTN، او واحد على ال KN فين في ال POV. فعن طريق القانون دوت اقدر المصفت كترانزستور بيوصل لقيم صغيرة قوي. يعني عندنا مثلا البروسيسورز اللي في الأجهزة الحديثة دلوقتي ممكن يوصل عدد الترانزستورز اللي فيها ل 2 مليار. فلو أنا أقدر أعمل، لأن أصلا الريزيستنس إيليمنت العادي بتاعنا اللي هو الكبير دوت بيعمل حرارة، ما بيمشي فيه تيار الحرارة فيه بتاعته عالية، ده غير إن هو حجمه كبير مش هقدر أحطه فيه. يعني أنا محتاج الأي سي يكون صغير، فعشان كده محتاج الريزيستنس تقل. حتى قدام يعني في الكورس هنلاقي إن دايما إيه رسمة الدايرة اهيت وفي مقاومات وبتاع، ازاي بقى فعليا لو حطيت في اي سي هحطها الاقي نفسي بشيل المقاومة واحط مكانها ترانزستور وكده، بس الكلام ده لسه قدامي يعني. فهنا مع الحاجة اللي بتحكم فيها ايه الميو ان سي او اكس دبليو على ال، دي حاجة جاية من المانيفاكشر مش بتحكم فيها، الترانزستور جاي كده. الميو ان بتاعته بقيمة، سي او اكس بقيمة، الاوميجا على ال بقيمة، ال في تي ان برضه بتاعته بتبقى جاية ثابتة. يعني كل ترانزستور له في تي ان خاصة بيه. الحاجة الوحيدة اللي انا بقدر اتحكم فيها هي ال في جي اس. فيعني as VGS varies يعني السلوب هيفاري برضو، فال RDS هتفاري، فأقدر أتحكم فيها عن طريق قيمة الفولت ال VGS. يمكن التحكم إيه في RDS عن طريق تغير في VGS، ولكن لا يمكن الوصول إلى قيم مقاومات كبيرة جدا، مش بقدر إيه أوصل لقيم مقاومات كبيرة. تمام. تاني حاجة الكاباسيتنس. هو عموما ايه هو المكثف؟ المكثف انا عندي كوندكتور فوق وكوندكتور تحت وبينهم داي الكتريك ماتيريال، واحد عليه بوزيتيف تشارج واحد عليه نيجاتيف تشارج، فيبدا الالكتريك فيلد يمشي من البوزيتيف على النيجاتيف. طيب ازاي ممكن المصفت يشتغل كمكثف؟ تعالوا كده نرى هنا الاول. انا عندي هنا معيار كيو بيساوي سي او اكس. الكيو عموما اللي هي الايه الكيو بتاعت الكاباستنس هي بتساوي سي في الفي. ال سي او اكس ديت هي اصلا هي ايه هي اف بالمتر سكوير. فعشان اجيب الاف بس هتكون هضربها في الاوميجا على اللي هي المساحه بتاعت التشانل. يعني دي الدبليو
ده الويتس بتاع التشانل، والال ده اللينس بتاع التشانل. فهضرب الاثنين دول في بعض عشان اجيب السي بس. تمام. فهنا السي او اكس بتساوي ابسلون او اكس على تي او اكس. الابسلون او اكس دوت ده الاوكسايد بيرميتيفيتي، لان ايه ما يعني في هنا الجيت، الجيت ما بينه وفي هنا ماده ايه، ماده ايه كانت تقريبا اس اي او 2. وهنا تي او اكس ده الاوكسايد سيكنس. دي كلها حاجات مش مهمه قوي، غير بس ان الواحد يفهم يعني السي او اكس دوت الاوكسايد ايه كاباستنس بير يونت اريا. وبالتالي يمكن عمل مكثف في استخدام موسخ عن طريق التحكم في ايه، في التي او اكس والدبليو والال. بيبقى عندي انا كده كده اصلا عندي ايه، يعني انا عندي لو الشكل ده كده ده الموسفيت، في هنا كده ودي كده، وفي هنا بيبقى دي اللي هي الايه المادة الداي الكتريك، وبيبقى هنا واصل ايه الجيت عندي، دي بطارية ادي بوزيتيف ادي نيجاتيف، فدي كده بوزيتيف تشارج. فلو هنا بيبقى في هنا ان بوزيتيف وهنا ان بوزيتيف، وهنا عموما يعني بيبقى في الكترونات ماشيه من هنا لهنا، فبيبقى ده ايه النيجاتيف تشارج يعني. ففوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف بينهم ده الكتريك، فاقدر اعمل مكثف. وحاليا اصلا يعني الميموري والحاجات دي كلها بتتعمل من كده، يعني هو في حاجتين، يا اما عن طريق المكثفات بالشكل ده، لان مش هروح اجيب من المكثف الكبير قوي دوت، يا اما عن طريق مكثف بالشكل دوت اللي هو عن طريق موست يعني كمكثف، او عن طريق بقى فلي فلوبس وبتاع، ودي حاجه تبع الاركتكشر يعني حاجه تانية. بس هما دول الطريقتين بس في يعني حديثا يعني. دي التطبيقات العمليه في الاي سيز دلوقتي، بستخدم الموسفت كريزيستنس، بستخدم الموسفت برضه ككاباستنس، مش بروح اجيب مكثف او بجيب ريزيستنس فعليين يعني. بالنسبه للاندكتنس، صعب ان انا اعمل اندكتور عن بالموسفت، فبنستخدم ايه اكسترنال اندكتنس يعني مش بقدر اعملها بالموسفت. باور سبلاي نيو موسفت ديفايسز كان بي ديزايند ويز ان تكون ال VOV بتاعتها اللي هي ايه، اللي هي ال VGS ماينس ال VTN بواحد من عشرة اتنين من عشرة، بيكوز اف VOV اكسيدز 1 فولت الموسفت نفسه هيبوظ. ومع ذلك يمكن تصميم كارنت سورس باستخدام موسفت. كان نقطة ايه يعني تقريبا المفروض هناخده يعني. بالنسبة للجزء البايبولر بقى، BGTs are still used in special analog applications such as high quality general purpose op amp can combine. يعني البايبولر بيبقى حلو في ال current sources عن المصفت، لأن هو يعني كحجم هو أكبر، فبيستحمل تيار أكبر على عكس المصفت. المصفت بيكون كحجم أصغر يعني، عشان كده المصفت بيستخدم في الـ ICs أكتر. في برضه طريقة اسمها الباي سي موس، اللي هي بدمج فيها البايبولر مع الموسفت، وسي موس دي معناها ان موس راكب مع بي موس الاثنين، لان عشان دي يعني هتقابلكم كتير قدام، معرفش هنا في الكورس ولا لا، بس بشكل عام يعني هي حاجة معروفة ان السي موس دوت هو عبارة عن ان موس وبي موس راكبين مع بعض. يتم استخدام تقنية باي سي موس في تصنيع دوائر متكاملة في الآلات الحاسبة. ماشي. يعني في هنا ان موس ادي سورس جراوند ودرين، ونفس الكلام هنا في هنا بي جي تي كوليكتور بيز اميتر. تمام ماشي. ودي ادفانتج، ده كل حاجات نظري يعني. تمام مساوئ ومش عارف ايه. تمام. الكارنت سورس بقى باستخدام الايه، المصري عندنا هنا تو ترانزستورز واصلين ببعض، هما باك تو باك، الجيت بتاع ده واصله بالجيت بتاع ده، وهنا في الكيو 1 انا موصل الدرين بالجيت، فده يخلي لي ان الفي دي جي تكون بزيرو. معنى كده ايه، او يعني الفي جي دي بزيرو، معنى كده على طول ان انا في ساتوريشن، انا كده اجبرت كيو 1 انه يوبريت في ساتوريشن مود. فالاي ريفرنس بتاعته اللي هي الاي ريفرنس اللي هي نفسها الاي درين 1، لان كده كده ايه الجيت يعتبر مش بيمشي فيه تيار، فاي تيار هيمشي هينزل طوالي، تبقى واحد على نص كي ان 1 في جي اس 1 ماينس في تي ان سكوير. الاي ريفرنس برضه كسيركت كالكوليشن هيبقى الفي دي دي ماينس الفي جي الفي جي اس، ده الجي وده الاس، ففرق الجهد ما بينهم اللي هو نفسه الفي جي، لان الفي جي لان الفي اس بصفر،
فال VDD ناقص ال VGS على R، فده قانون الاي ريفرنس. سيركت فولت ناقص فولت على مقاومة، وقانون الاي ريفرنس من ايه يعني حسابات الموسيقى نفسها. عشان اشغل الطريقة دي ككرنت سورس لازم Q2 برضو يبقى بيوبريت في ساتوريشن مود. فهنفترض، لان انا لسه مش متأكد، فاول حاجة ايه اسيوم ان Q2 شغال في ساتوريشن، فده هيكون القانون التيار بتاعه. فبما ان هنا ال VGS 1 هتساوي ال VGS 2، في هنا ايه هنا ال فين ال VGS 1 هتساوي ال VGS 2، وهنعتبر ان هم بما ان هم الاثنين NMOS، فاكن ال VTN بتاعتهم واحدة، فكده الجزء دوت هيساوي الجزء دوت. فلما اقول IO على ID 1 او لا او على I reference، الجزء دوت هيطير مع الجزء دوت، النص هيطير مع النص، هيتبقى لي كي ان 1 على كي ان 2 اللي هم ايه الميو ان سي اكس دبليو على ال دبليو على ال. الويتس واللينس بتوع التشانل بيبقوا معتمدين على مش بس على المانيفاكتشر قوي، برضو على يعني قوه الفولت، قيمه التيار اللي معديه مش عارف ايه، فبيبقوا مختلفين شويه. بس الميو ان سي اكس برضو دول حاجات برضو تبع المانيفاكتشر، فهنفترض برضو ان هم ايدنتيكال موسفيتس، فبرضو هيطيروا. فهيتبقى لي ايه ان الاي او على اي ريفرنس هتساوي المفروض دي 2 ودي 1، دي غلط، دبليو على ال 2 ودبليو على ال 1، لان الايه الاي او فوق والاي او معاه 2، وهنا الاي ريفرنس معاه 1. طيب لو انا كنت ايدنتيكال بقى في كل حاجه، المانيفاكتشر بتاع التو ترانزستورز نفسه والويتس نفسه واللينث نفسه، ففي الحاله ديت الاي او المفروض يبقى تيبيكالي شبه الاي ريفرنس، which is called بيبقى اسمه current mirror. فلو الاي او بيساوي الاي ريفرنس، فال V O هتساوي ال V G S 2 هتساوي ال V G S 1 هتساوي ال V D S. طبعا لن تكون V D S أقل من V G S، وإلا لن مش هخش ساتوريشن أصلا. طيب لو كانت ال V O أكبر من ال V G S، عموما ده القانون الأساسي مش اللي فوق، ده بيظهر يعني، ده القانون الاساسي. بس احنا بنشتغل في حاله ان كان البي او بيساوي الفي جي اس، فده بزيرو، فالجزء ده كله اي تي. طيب لو ما ده ما كانش يعني، لو كانت البي او اكبر، فساعتها الجزء دوت هيظهر لي بسبب ايه؟ بسبب الميل ده، يعني بسبب ان هو لما بيطلع كده مش بيمشي خط مستقيم، بيطلع لي الميل ده الحاجات دي كلها. المفروض ده كله بيتقابل ورا كده عند نقطه اللي هي نفسها هي البي اي، المفروض يعني الدكتور يكون شرح حاجة زي كده، أو يعني هي مش مهمة أوي يعني. تمام، لو ال VGS بتساوي ال VO فخلاص يعني دي المفروض الحل اللي احنا هنبقى شغالين عندها، ان ال IO على I reference تبقى W على L 2 و W على L 1، ظبطت كده فوق معاك. example، عندي هنا الدايرة اهيت قايل ان ال I reference ب 100 مايكرو امبير. design circuit، عايزنا design ديزاين يعني هات قيم من المقاومات والحاجات دي. ديزاين سيركت، ديزاين سيركت تو هاف ان الاي او برضو بيساوي 100 مايكرو امبير. عايز الار لو كان كيو 1 وكيو 2 ار ماتشد، اللي هم ايه ايدنتيكال، الدبليو بتاعتهم هما الاثنين بكذا والال بكذا والفي تي ان بكذا الكي ان بكذا، وات از ذا لوست بوسيبل في او وين ماشي. فانا هنا الاي ريفرنس عندي هو مديهولي اصلا كقيمه، القانون بتاعه من البتاع ده من الترانزستور نفسه، القانون بتاعه يعني نص كي ان في جي اس نص الفي تي ان. فالاي ريفرنس هحط قيمتها اللي هي ال 100 مايكرو، الوحيد الموجود عندي دلوقتي هو قيمه الايه الفي جي اس، هحلها بتبقى معادله تربيعيه ونتحل على الاله بكل سهوله يعني. هيطلع لي قيمتين، واحده منهم المفروض غلط واحده صح. ايه اللي خلاني اقول ان دي غلط وان دي صح؟ قيمه الفي تي ان نفسها، الفي تي ان بنص، واحنا عارفين عشان ال في تي ان بكام ساعة من 10 بس، واحنا عارفين ان عشان خاطر الموسفيت نفسه يشتغل لازم ال في جي اس تكون اكبر من او بتساوي ال في تي ان، فدي اقل من الساعة من 10، فمش نافع، لان انا اصلا محتاج ان دوت يبقى شغال في ساتوريشن، فلازم اول حاجة يبقى شغال وبعد كده يبقى شغال في ساتوريشن، فلازم ال في جي اس تكون اكبر من ال في تي ان. فانا القيمة دي هترفض، والقيمة ديت هي اللي ايه هناخدها، ف حسبنا ال VGS عن طريق بقى القانون بتاع الاي ريفرنس الثاني. يعني انا اللي خلاني اصلا اخش الموضوع ده لان هو عايز نعمل ديزاين، فهو عايز قيمه الريزيستنس دي فايند اوت. فعن طريق قانون الاي ريفرنس الثاني، هو دايما معظم المسائل هتبقى بتتحل بالطريقه دي، عن طريق قانون الاي ريفرنس بتاع الموسفيت نفسه نحسب قيمه ال VGS، وبعد كده هنا نعوض بقانون السيركت نحسب قيمه المقاومه او العكس،
يبقى معانا المقاومة، ونحسب قانون الاي ريفرنس عن طريق قانون السيركت، وعن طريق قانون المصفت يبقى معانا الاي ريفرنس. يعني هيبقى دايما قانون يجيب لي حاجة اقدر اخش بيها القانون التاني. هنحسب المقاومة تطلع بالقيمة دي، تمام. عشان كيو 2 يشتغل في الساتوريشن فلازم الايه ال في دي اس 2 تكون اكبر من او تساوي ال في جي اس ماينس ال في تي ان، فيبقى ال في دي اس 2 مينيمم في دي اس او في اوت، يعني مينيمم ايه هتكون تكون اللي هي اللي يساوي، فهتعوض تطلع معاك، تمام. ال في اي هي ال في اي داش في ال، هو هنا مديني لو ال في اي داش ب 20 find ال output resistance، فال في اي داش هي 20 فولت على المايكرومتر، وهو هنا مديني الايه ال مديني ال ال يعني، فيبقى ال في اي بتساوي ال في اي داش في ال يطلع 20 فولت، فيبقى ال ار او 2 في اي على ال اي او، تمام. دي كلها تعويضات قوانين، يعني المسألة نفسها كمسألة مش مرتبطة أوي بالكرنت ميرور يعني. آخر مطلوب الدي find change in IO when positive 1 volt change in VL. ال RO2 هي ايه؟ دلتا V out على ال I على ال I out، دلتا ال I out اللي هي دلتا V out على ال R out. ال R out ايه؟ 200 كيلو، ودلتا V out هو قال لي change يحصل فيها change ب 1 فولت، ما قاليش القيمة اللي قبلها ايه واللي بعدها ايه، الفرق ما بينهم 1 فولت. فحسبنا ان مقدار التغير في التيار بكام؟ ب 5 مايكرو امبير، فيبقى تشينج ب 1 فولت في ال في اوت هيخلي لي فيه تشينج بالموجب بقى، لان اي بالموجب، فيبقى انكريز بمقدار 5 مايكرو امبير. الاي اصلا هو عايزنا اصلا الديزاين عشان الاي او تبقى ب 100، فالاي الجديده هتبقى ال 100 دي متزود عليها 5 مايكرو، فيبقى 105 مايكرو امبير توتال. مثال تاني، ده سيركت شون كي 1 وكي 2 برضه ايدنتيكال، مديني ان مقدار التغير في الفولت واحد، مقدار التغير في التيار 1% من الاي او، الفي جي اس بكده، الفي تي بكده، الاي او بكده، الكي ان داش، ومديني الفي اي داش. عايز نحسب الار او 2 الدبليو والال. هو الار او قانونها ايه؟ في اي على الاي على الاي او، او يعني على الـ على الاي درين. فبما ان هنا ال ار او 2 تساوي دلتا في على دلتا اي، دلتا في المفروض انها مديها لي بواحد، دلتا اي هو قايل انها 1% من قيمة الاي او، الاي او اللي هي كان 100 مايكرو، فاضرب ده في ده، فحسبنا قيمة الايه ال ار او 2. عايز هو ال دبليو، عايز ال 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 ار او، يعني هي تعتبر برضو كده ليها برضو طريقتين في ان انا احسبها، يا اما عن طريق مقدار التغير في الفولت على مقدار التغير في التيار، يا اما ال في اي على الاي او، او يعني في الحاله دي او يعني الاي درين اللي هو نفسه هنا الاي او. فانا حسبتها عن طريق القانون دوت، وعن طريق بقى قانون عن طريق قانون الفي اي، انا معايا الفي اي داش هضربها في ال 2 على الاي او، الفي اي داش معايا، الاي او معايا، والار او 2 معايا، حسبت ال 2. وبعد كده هو عايز ال دبليو عن طريق قانون التيار، احنا ايه افترضنا ان هم ايدنتيكال وان ده شغال فين في الساتوريشن، فهو بقانون الساتوريشن هتكون كل حاجة معايا إلا ال W 2 هحسب. وبما إن هما هو اللي في الأول إيه identical، طالما هما identical يبقى W 1 هي W 2 و L 1 هي L 2. ال current steering، ال current steering هو يعني إيه، إن أنا أعمل كذا current source، يعني أقدر اوصل كذا ترانزستور ببعض بحيث ان انا اعمل كذا كارنت سورس، او اصلا يعني حاجه زي دي كده، دي كده هي اللي بتمثل لي الرسمه دي، ان انا لما باجي ارسم سيركت مثلا وعايز اقول ان في لو في هنا مقاومه، بقول ايه ان في كارنت سورس، بروح جاي اعمل دايره وجواها سهم. مفيش حاجه بتعمل كده يعني، مفيش يعني مثلا لما بحط فولتج سورس كده في بطاريه، بس عشان من الكارنت سورس بتبقى حاجات كده، تو ترانزستورز متصلين مع بعض باك تو باك، واحد بتحكم انا فيه، بتحكم في التيار بتاع الاي ريفرنس دوت بايدي عن طريق بقى حاجتين، يعني انا احنا عندي الاي ريفرنس كسيركت، هو ايه هو الفولت اللي هنا
ناقص الفولت اللي هنا على المقاومة. فممكن تبقى مقاومة متغيرة، هقعد اغيرها في كنت الاي ريفرنس، ومن الحسابات واضح ان الايه، ان الاي اوتبوت بيتبع الاي ريفرنس، فمع تغيير، مع تغيير قيمه الاي ريفرنس الاي اوتبوت هيتغير، فهيفرص التيار في في السيركت الثاني اللي انا موصل عليها اصلا الكرنت سورس انه ياخد القيمه دي، او مثلا اغير في قيمه الفولت اللي هنا، بس دي بتبقى شائعه قوي لان الدائره بتبقى متوصله، بيبقى يعني كل الفولتج والحاجات دي بتبقى متوصله فيكسد يعني. فاسلم حل او الحل المنطقي اكتر ان انا اغير في المقاومه. تمام. الكرنت ستيرنج بقى نفس الكرنت ميرور قبل كده، نفس دايره الكرنت ميرور بتاعتها قبل كده، بس هوصل الجيت بتاع الاثنين دول مع الجيت بتاع ده، فانا كده ايه، كيو 1 وكيو 2 عاملين مع بعض كرنت ستيرنج او يعني كرنت ميرور، وكيو 1 وكيو 3 برضه عاملين مع بعض كرنت ميرور، يعني لان كيو 2 وكيو 3 متوصلين بكيو 1 بنفس الطريقه، الجيت بتاعهم هما الاثنين متوصل ببعض، فالتيار الاي 2 هيتبع الاي ريفرنس، واي 3 هيتبع برضو اي ريفرنس. بما ان كده كده اصلا الجيت مش بيمشي فيه تيار، فالاي 4 هيمشي من الدرين، من السورس بتاع كيو 4 يخش على الدرين بتاع كيو 4، وبما ان يعني الدرين كارنت بتاع كيو 4 هو نفس الدرين كارنت بتاع كيو 3، والدرين كارنت بتاع كيو 3 بيتبع الاي ريفرنس، فده هيخلي برضو ان الاي 4 دوت يتبع مين؟ الاي ريفرنس. وبما ان من الرسمه هنا كده واضح ان كيو 4 وكيو 5 عاملين مع بعض برضو ايه، كارنت ميرور، فاي 5 هيتبع كيو 4، واي 5 ماشي اللي هو تيار السورس هو نفسه اللي هيمشي في الدرين، فبرضه فانا كده عن طريق بس ان انا اغير في سنجل اليمنت اللي هي ريزيستنس في هنا، قدرت احصل على كارنت سورس هنا وكارنت سورس هنا. وممكن بقى الموضوع يزيد، افضل ازود يعني، انا عندي كيو 5 هنا، ممكن اجيب واحد تاني واوصله مع كيو 5 شبه نفس طريقه كيو 3 كده، وبعد كده كيو 3 دوت او اللي هو الحاله دي يبقى كيو 6، اروح جاي موصله مع 2 ترانزستورز باك تو باك بالشكل ده عشان يعملوا لي، مع 2 ترانزستورز باك تو باك بالشكل ده عشان يعملوا لي كارنت ميرور هما كمان، وهكذا. بس طبعا مع زياده الاكيرسي بتقل، يعني اي 2 هيبقى احسن واحد فيهم بيتبع اي ريفرنس، هلاقي ان اي 5 مش زي، مش بنفس دقه اي 2، ولو عملنا اي 7 هيبقى نفس الكلام، اي 7 واي 8 هيبقى نفس الكلام يعني. تمام. نقرا الشرح كده، هو هنا بيقول بما ان ال في دي دي هتساوي، لو مش هنا السيركت يعني، الاي ريفرنس في المقاومه كده، وبعدين ال في جي اس كده، وبعدين مين ال، يعني هنا دي يعني عملنا سكيب للفولت اللي ما بين دوت دوت عشان هم عملوا عليهم شورت سيركت بالشكل ده، فهنعمل سكيب، وبعد كده الفرق الجهد اللي ما بين الجيت والسورس، وبعد كده ناقص الفي اس اس، يعني خدنا لوب. ومعظم المسائل ديت بتتحل عن طريق كده، بتتحل عن طريق اخدان لوب، لوب من فوق لتحت عشان احسب قيمه الاي ريفرنس، وزي ما قلت الاي ريفرنس عرفته، او يعني عرفت قيمته، المفروض ان ايه، ان الاي 3 زيه، ان الاي 4 زيه، ان الاي 5 زيه كده، كله شبه، كله شبه، ان الاي 2 زيه، هو اللي بيتحكم في كل حاجه الاي ريفرنس. فالاي ريفرنس هيساوي ال في دي دي ناقص ال في جي اس زائد ال في اس اس عشان طلعنا ناحية تانية بعكس الإشارة على ال resistance. فهنا اهو نفس الكلام اللي أنا لسه قايله، since كيو 1 و كيو 2 represent the current mirror، فال اي 2 على اي ريفرنس هيساوي W على ال 2 و W على ال 1، وبما ان كيو 1 و كيو 3 برضه represent the current mirror، لان كيو 2 و كيو 3 طريقة توصيلهم مع كيو 1 واحدة، فيبقى الـ i 3 على الـ i reference بتساوي W على L 3 على W على L 1. ولكي يتحقق ذلك لابد أن يكون كل من كيو 2 و كيو 3 شغالين في saturation، لأن في الـ current mirror لازم كل الـ transistors عندي تبقى شغالة في saturation. دوت أنا يعني عملت عليه force إن يشتغل في saturation عن طريق إيه؟ عن طريق السلك دوت. السلك دوت كده خلاص ده شغال في saturation. كون كيو 2 شغال في saturation أو لأ، ده معتمد على حاجات تانية، على قيم التيار وعلى قيم الفولت، ونفس الكلام مع كيو 3. فلازم ايه الكلام ده دوت كله يتظبط يعني. هنظبطه ازاي؟ for Q2 ده to be in saturation لازم ال VDS2 تبقى اكبر من او تساوي VGS2 ناقص ال VD، ده شرط saturation اصلا. ال VDS2 هفكها ايه؟ ال VDS2 ال VD2 ناقص ال VS2. ال VS2 هنا مين؟ هي نفسها
النيجاتيف في اس اس، فيبقى الفي دي اس 2 الفي دي 2 بلس الفي اس اس اكبر او تساوي الفي جي اس 2 ناقص الفي تي، وادي دي الناحيه الثانيه، فيبقى الفي دي 2 اكبر من او تساوي الفي جي اس 2 ناقص الفي تي. مين ديت؟ هي نفسها مين؟ الفي او في. فيبقى انا الشرط بالنسبه لي علشان اتاكد ان كيو 2 واصل لازم ان الفي دي 2 تكون اكبر من او تساوي الفي او في 2 ناقص الفي اس اس. الفي اس اس انا بقدر اتحكم فيها وانا بصمم السيستم نفسه. الفي دي 2 ده الفولت بتاع الدرين، ده المفروض ان هو هيبقى جاي لي من السيركت نفسها اللي فوق اللي انا هوصل عليها الكارنت سورس بتاعي. والفي او في 2 جاي منين؟ من الفي جي اس والفي تي. الفي تي كده كده بتكون معروفه للترانزستور، والفي جي اس يعني ممكن اقدر اتحكم فيها برضو عن طريق قيم الاي ريفرنس مع المقام. كيو 3 نفس الكلام، كيو 3 تو بي ان ساتوريشن، كيو 3 تو بي ان ساتوريشن، كيو 3 فهوت لازم ان الفي دي اس 3 تكون اكبر من او تساوي الفي جي اس 3 ناقص الفي تي ان. برضه هفكها الفي دي 3 ناقص الفي اس 3، الفي دي 3 الفي اس 3 هي نفسها الفي اس اس بس بالنيجاتيف، فهتحطها وتدي الناحيه الثانيه هيديني نفس الشرط. هلاقي ان ايه؟ ده ان موسفت وده ان موسفت فهلاقيهم نفس الشرط. ماشي، وهنا الفي دي 2 مينيمم والفي دي 3 مينيمم. المينيمم احنا قلنا المينيمم هي اللي يساوي، فهلاقي الفي 2 مينيمم ديت والفي 2 3 مينيمم ديت برضه، اللي المفروض انها تكون نفس القيمه في حاله ان كان كله ايه ايدنتيكال يعني. بما ان اي 4 بيساوي اي 3 ادي اي 3 وادي اي 4، هما الاثنين متوصلين على نفس السلك فاكيد نفس التيار اللي هيمشي. فده إيه؟ وكيو 4 كيو 5 ايه؟ ريبريزنت كارنت ميرور، فاي 5 على اي 4 تساوي دبل على ال 5 او العكس يعني هيكون. عشان كيو 5 تو بي ان ساتوريشن، فين كيو 5؟ كيو 5 اهو، ده برضو نفس الكلام، ده انا عامل عليه فورس ان يشتغل ساتوريشن. طالما انا وصلت على السلكه دي يبقى ده كده شغال ساتوريشن، انا هعمل عليه فورس ان هو يشتغل في الساتوريشن. كيو 5 اللي لازم يبقى فيه شروط او فيه رينج عشان يبقى شغال في الساتوريشن هو كمان. ففي الكيو 5 تو بي ان ساتوريشن، بس برضه ناخد بالنا الكيو 5 دوت هو بي موسفت مش ام موسفت. الفي اس بقى، الفي اس دي 5 تكون اكبر من او تساوي الفي اس جي 5 ناقص المعيار الفي تي بي، لان الفي تي بي في البي موس بتكون بالنيجاتيف. فكان الفي اس 5 ناقص الفي دي 5، الفي اس 5 هي نفسها مين؟ الفي دي دي. هوزع الناحية التانية، هوصل لان الفي دي 5 اقل من او تساوي الفي دي دي ناقص الفي او في بي، فهتبقى الفي دي من اللي هي عند اليساوي هتساوي الفي دي دي ماينس كده. وهي الشرط اللي لازم لتحقيق الميرور، لازم الشروط دي يعني لازم الشرط دوت يتحقق، وده وده عشان خاطر الميرور يتم. الميرور يتم ازاي؟ لازم عشان خاطر لما اغير في القيمة دوت ده يتبعه وده يتبعه. طيب دي هي نفس ال نوعا ما نفس الرسمة اللي فوق. سنس اي 2 دلوقتي بالمنظر دوت، انا عندي دي كده ودي كده، ده معناه ان ايا يكن كان ايه السيركت اللي فوق، يعني انا كده في عندي سيركت كبيره، في هنا بقى ريزيستنس وكاباسيتنس مش عارف ايه كل الكلام دوت، في هنا فرع خارج منها وبعدين الكرنت سورس واصل، وبعدين بقى ايه مثلا بطاريه او جراوند او ايا يكن اللي يكون واصل بيه ايه. فده كده يعتبر بيسحب التيار من الدايره ياخده هو، فده كده يعني سينس اي 2 درو كارنت maybe from another transistor، مثلا نفترض في كيو 6 فوق بيسحب منه تيار، او اي سيركت عموما ممكن يكون كيو 6 دوت يكون جزء من سيركت تانيه كبيره، فكده كيو 2 اسمه كارنت سينك، التيار بيصب فيه. انما حاجه زي هنا بالمنظر دوت، بالمنظر دوت طالما جزء المنقط دوت يبقى المنقط دوت هيتشال وتحط مكانه سيركت كبير. السيركت دي بقى سواء كانت يعني مش شرط يكون سيركت كبيره كبيره، يعني اي حاجه، مقاومه، ترانزستور تاني انا عايز اثبت التيار فيه مثلا. فبالمنظر دوت ده هتبقى حاجه عامله كده، وبرده السهم نازل لتحت، ومن ثم السيركت دي. فده كده يبقى الكرنت ميرور بتاعي او الكرنت سورس دوت بيسبلاي السيركت دي بالتيار، فده بقى ساعتها اسمه كرنت سورس. فبس ايه التفرقه ما بينهم كشكل، وفي نفس الكرنت سيرنج قدرت اعمل كرنت سورس وكرنت سينك عادي. فبالمنظر دوت كيو 5 لو اعتبرنا ان ده كان جزء من ده كده جزء الكرنت سيرنج هنا كده، ودي السيركت اللي انا موصل بيها،
فبالمنظر دوت اقدر اختصر او اختزل كل دوت في حاجه واحده بس، ان هي دايره وجواها سهم، وبقول ان دوت كده كارنت سورس. طيب لو كان العكس، لو كان Q2 دوت هو اللي يعني كان فينا الدايره الكبيره اللي احنا رسمناها فوق، ودي الدايره اللي انا بقول عليها اللي هي متوصل بيها، فاقدر اختزل ده كله بمجرد دايره جواها سهم. وطبعا ايه، هقول ان هنا متوصل في دي اس عشان ك يعني كسيركت ريبريزنتيشن، فيبقى ده كده ايه، ده كده كارنت سينك. التيار اللي في الدايره دي اللي هو اللي في كيو ثيتا، واي ان اف كان متوصل بيه تاني ممكن يكون متوصل هنا اي حاجه تانيه، بيصب في كيو ثيتا كتيار يعني. اكزامبل، الفي دي دي بيساوي الفي اس اس بيساوي 1.5، بس ايه ناخد بالنا ان دي الفي دي دي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف الفي اس اس، مش الفي اس اس يعني والفي اس اس نفسها بنيجاتيف، لا في اس اس وفي دي دي بقيم بوزيتيف عالي، بس هنا انا معوض عن الفي دي دي نفسها كقيمه، وهنا معوض عن الفي اس اس النيجاتيف بتاعها. الفي تي ان ب 6/10 والفي تي بي ب 6/10 بنيجاتيف 6/10، ده معناه ان هو هنا معتبر اي ان موسفت ترانزستور كله ايدنتيكال، واي بي موسفت ترانزستور كله ايدنتيكال، عشان هو مديك في تي ان واحده وفي تي بي واحده. all channel lenses is 1 micrometer، كل ال Ls ال Ls بتاعتهم 1 micro، ال Kn داش 200 مايكرو امبير على الفولت سكوير، وال Kb داش 80 مايكرو امبير على الفولت سكوير. قال ان ال I reference ب 10، ال I 2 60، ال I 3 20، ال I 5 80. نفتكر ان انا كنت قايل ايه، ال اي او على الاي ريفرنس ما كانتش بتساوي 1، لو كانت بتساوي 1 كان طالما ده 10 يبقى ده 10 وده 10 وده 10، كانت بتساوي دبليو على ال بتاعه الاو على، وهنا دبليو على ال بتاعه الريفرنس. قلنا في حاله ان هم كانوا ايدنتيكال ساعتها هيبقى بيتبعوا بشكل مثالي، ما كانوش ايدنتيكال فهيبقى في فروقات ما بينهم، بس هيبقى في اتباع برضو يعني، هيبقى في ترابط ما بينهم، مع زياده مثلا قيمه الاي ريفرنس قيمه الاي 2 هتزيد، لو ده مثلا زاد 1 ممكن ده يزيد 10، بس هيبقى في زيادة يعني، هيبقى في تأثر يعني، هيبقى كله بيتبع الـ I reference، مش شرط بشكل حرفي يعني، يعني ده 10 يبقى ده 10، ده 11 يبقى ده 11، بس هيبقوا بيتبعوه يعني. مديني هنا هنت ان الـ V دي 2 minimum بتساوي 2/10 ناقص الـ VSS. ايه الشكل ده؟ نطلع فوق كده في الشروط اللي انا حطيتها لنفسي علشان اقول ان ده ينفع يشتغل ككارنت ميرور، كان ده وده، قلنا ان في دي 2 مينيمم بتساوي الفي او في ماينس الفي اس اس، وهنا الفي دي 3 مينيمم دي يعني ايه، عموما الجزء الخاص بيه الان موسفت كان كله شبه بعضه اللي هو الفي او في ماينس الفي اس اس، وده الجزء الخاص بيه البي موسفت برضه شبه بعضه، في دي 5 بتساوي في دي دي ماينس معيار الفي او في بي. ده معناه ايه؟ معناه ان الترم دوت ده كده هو الفي او في، وده كده هو الفي او في، وكده كده الفي اس اس والفي دي دي هما هو مديهم لي في السؤال كجيمن يعني. فهنا سينس الفي دي 2 بتساوي 2/10 في اس اس، يعني فور كيو 2 تو بي ان ساتوريشن، من الاثبات اللي فوق ان الفي دي 2 مينيمم بتساوي الفي او في ماينس الفي اس اس، فانا كده خلاص استنتجت قيمه الفي او في ان هي بتساوي 2/10، وبما ان السيلز سينس اول ترانزستور يعني كل الان موسفيت اللي هنا ايدنتيكال، فكل هيبقى له نفس الفي او في، يبقى الفي او في واحد، يعني الفي او واحد بتساوي الفي او 2 بتساوي الفي او 3، بس كله بيساوي 2/10. الاي ريفرنس، الاي ريفرنس هنا ده كده فرصه ان هو يبقى في الساتوريشن، هعوض بالقانون نص كي ان داش دبليو على ال واحد في او في سكوير، الفي او في خلاص بقت معايا، الاي ريفرنس طبعا معايا، ال ال هو مديها لي كل ال ال بتاعتهم 1 مايكرو سواء كان ان موسفت او بي موسفت، عوضت جبت الدبليو. بما ان بقى كيو 2 وكيو 3 كارنت ميرور، فالاي 2 على الاي ريفرنس هتساوي دبل على ال 2 ودبل على ال 1، وطبعا ايه ال الات واحده فاقدر اطيرهم، فيبقى فاضل دبليو 2 على دبليو 1، دبليو 1 انا حسبتها، الاي 2 معايا والاي ريفرنس معايا، اقدر احسب دبليو 2. نفس الكلام كيو 1 وكيو 3 برضه ريبريزنت كارنت ميرور، فاعوض بالمعادله ال الات واحده كده كده، ال دبليو 1 انا حسبتها، ال دبليو 3 مش عارفها هقدر احسبها، فور كيو 5 تو بين ساتوريشن. نفس الكلام بقى طالما دخلت في جزء البي موسفت هلاقي برضو ان ايه، ان البي او في برضو بتاعتهم ب 2/10، نفس الستبس بالظبط، هحسب الاي 5 وهو اللي ايه، بما ان كيو 4 وكيو 5 ريبريزنت كارنت ميرور،
في هنا بقى ايه، هو هنا مدينا الاي 5 ماشي، تمام. هو هنا مدينا الاي 3 مش مدينا الاي 4، بس الاي 3 كده كده بتساوي ايه الاي 4 يعني من الرسمه يعني. فعشان كده حط الاي 4 بايه ب 20، مع انه مش مديها لي، بس دي حاجه المفروض ايه الواحد يستنتجها من شكل الرسمه يعني ايه. والاي 4 بتساوي اي 3 بتساوي 20 مايكرو امبير. هقدر برضو احسب ايه دبليو 4. يبقى المساله كلها اتحلت معايا من بس ان انا ده فورسد في ساتوريشن، فعن طريق القانون بتاع ساتوريشن قدرت احسب الدبليو بتاعته، وخلاص بقى من علاقه التيار دوت الاي ريفرنس مع اي 2 قدرت احسب الدبليو بتاع دوت، ومن علاقه الاي ريفرنس مع الاي 3 قدرت احسب الدبليو بتاع دوت. نفس الكلام ده ساتوريشن فورسد في ساتوريشن، فعن طريق القانون بتاعه العادي اقدر احسب اقدر احسب قيمه التيار يعني. و كده كده ايه التيار بتاعه نفسه انا عارفه يعني، اقدر احسب الدبليو بتاعته بقى زي ما هنا حسبت الدبليو بتاع دوت ومنها قدرت اجيب دوت ودوت، فانا احسب الدبليو بتاع دوت ومنها اقدر اجيب الدبليو بتاع دوت. ولو كان ده كونكتد بحاجات تانية كان هيبقى نفس الايه، او يعني كان في واحد تاني هنا كان هيبقى بنفس الطريقه بقى، زي ما حسبت دوت وجبت منه دوت ودوت، فانا حسبت دوت وهجيب منه دوت، ولو في اي واحد تاني مثلا متوصل كمان هنا كنت هجيب منه برضو الايه البتاع بتاعته الدبليو بتاعه، تمام. السمول سيجنال اناليسيس بتاع القناة مير، او يعني الاي سي اناليسيس بتاعه، جزء الاي سي الذي سيكون مع الدي سي هو الاي دي واحد، تمام. الاي دي واحد بلس الاي، تمام. يعني الكابيتال هو الدي سي والسمول هو الايه الاي سي ريبريزنتيشن يعني، ونفس الكلام هنا جزء الاي سي الذي سيكون مع الدي سي هو الاي دي اتنين، تمام. من هنا كده بالشكل دوت ال هنعمل سمول سيجنال اناليسيس بتاع واحد فيهم ونوصله بالتاني. ثانية واحدة، وانا الجزء ده ما اتسجلش فهرجع اقوله تاني. جزء ال اي سي اناليسيس بتاع ال بتاع المسجد بتاع الكرنت ميرور يعني، انا عندي هنا تو مسجد باك تو باك، فكل واحد فيهم له يعني، تعالوا حتى نعملها تاني، كل واحد فيهم له، لو هنعمل لكل واحد فيهم يعني الايه الاناليسيز الخاص بيه، فانا عندي هنا دوت اول واحد كده، وبعد كده في current source، وبعد كده في resistance بالشكل دوت، ده هو الـ VG واحد، وهنا current source عشان المكان مش هيكفي خدنا هنا أحسن. في جي اس واحد، وهنا جي ام في جي اس، وعلى الجراوند وفي هنا الكرنت سورس بتاع الايه اللي فيه جي ام في جي اس، وهنا الار واحد، ده درين واحد جيت واحد، وده ايه سورس واحد على الجراوند. وطبعا هنا بما ان دي على الجراوند، فدي برضه واصله دي يعني. نفس الكلام الناحيه الثانيه، عندي جي اتنين في جي اس اتنين، وفي هنا ايه جي ام في جي اس اتنين، برضه جي ام اتنين في جي اس اتنين، دي جي ام واحد. وهنا ده درين اتنين. طيب انا عايز احسب الار انبوت، وعايز احسب الار اوتبوت، وعايز احسب الاي اي اس، ده الغرض من الاناليسز للجزئيه دي، حساب الثلاثه دول. لو انا هنا كده في عندي في انبوت، او مش في عندي، هو الفي انبوت هنا يعني بيبقى موجود هنا عند الجيت، فلو هنا في الفي انبوت، فالفي انبوت دوت اكيد هيمشي تيار اي انبوت. التيار الاي انبوت دوت لما يمشي هيكون هو عباره عن الجي ام واحد في جي اس واحد بلس الفي جي اس واحد او اتنين، بما ان ايه البوينت دي كده الخط ده كله كده واحد، والخط ده كله برضو واحد، ففرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي هنا هو نفس فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي هنا، لأن فوق خط وتحت الإيه الجراوند، في الفي جي اس واحد بتساوي الفي جي اس اتنين. فالتيار اللي هيمشي في الأر أو واحد هو فولت على مقاومة عالية خالص، في جي اس واحد على أر أو واحد. الفي انبوت هي برضو نفس الكلام، هي فرق الجهد ما بين الخط اللي فوق دوت والجراوند، فالفي في في انبوت بتساوي الفي جي اس واحد بتساوي الفي جي اس اتنين. فلو احسب الار انبوت هتبقى الفي انبوت على الاي انبوت، الفي جي اس واحد هتطير مع الفي جي اس واحد، لو انا خدت الفي جي اس هنا واحد وانا اخدت الفي جي اس واحد على المشترك، فهيتبقى لي الشكل ده. في تبسيط في المحاضره انها احنا طلعنا الار انبوت بالشكل دوت، ان الار انبوت بتساوي واحد على الجي ام واحد بارلل للار او واحد. ازاي او جه منين، جت منين الجزئيه دي؟ طبعا كده نعملها. لو انا عندي يعني احنا بنقول ايه، بنقول مين بارلل لمين، بنقول واحد
نشوفها كده، واحد على جي ام واحد، بنقول انها بارلل للار واحد. شفت حاجة زي دي كده جت منين؟ وانا عندي تو ريزيستنس دي قيمهم، فلو هجيب بارلل فاقول واحد على الار اكويفالنت بتساوي واحد على الاولانية اللي هي واحد على جي ام واحد بلس واحد على التانية، واحد على الار واحد، واحد على واحد على جي ام واحد اللي هي مقام المقام بس، تبقى هديني مين؟ هديني جي ام واحد بلس واحد على ار واحد، ده كله بيساوي مين؟ الار اكويفالنت، واحد المقامات. يبقى انا كده عندي في المقام الار واحد، ار واحد على ار واحد بواحد، في واحد واحد زائد ار واحد على واحد ار واحد في جي ام واحد بمين؟ بجي ام واحد ار واحد. اقسم على ار واحد، خلي بالكوا ده ايه؟ واحد على ار اكويفالنت، دي واحد على الار اكويفالنت. طيب انا عايز واحد على الار اكويفالنت، لا انا عايز الار اكويفالنت نفسها، فيبقى الار اكويفالنت بتساوي ار واحد على واحد زائد جي ام واحد في ار واحد، اقسم على ار واحد فوق وتحت، واحد هنا كده هقسم على ار واحد هنا على ار واحد، وهنا كده على ار واحد، ده هيطير مع ده، ده هيطير مع ده، فهوصل لنفس القانون اللي احنا استنتجناه من السيركت، واحد وهنا واحد على ار واحد زائد جي ام واحد. فانا اقدر بدل ما اكتب القانون ده اقدر اقول ان الار انبوت هتساوي ايه؟ هتساوي ايه بارلل دي، اللي هو هقول ان الار انبوت هتساوي واحد على جي ام واحد بارلل للار او واحد. ده كان الاثبات لما عملته اول مره. تمام كده. لو انا هحسب الار اوتبوت، الار اوتبوت بتحسب امتى؟ يعني لو انا بقول الار اوتبوت، الار اوتبوت هي لو انا عامل شورت سيركت عند الانبوت، فلو الجزء دوت مبقاش موجود فدي بزيرو، فالفي جي اس واحد لو بزيرو فيبقى الكرنت سورس دوت هيبقى اوبن سيركت، لان هو عباره عن جي ام واحد في جي اس، فالفي جي اس بقى بزيرو، فبقى كله على بعضه بزيرو. ونفس الكلام في جي اس اتنين اعمل، فده برضه بقى هيبقى اوبن سيركت. فلو انا هنا ببص، وانا بحسب الار او الار اوتبوت بحب ببص من هنا، انا ببص من هنا مين المقاومه، او يعني المقاومه المكافاه الليله دي كلها مين؟ هي الار او اتنين بس. لو انا عايز احسب ال AIS، ال AIS اي او يعني ده الجين في الكارنت، زي يعني ال AV ده الجين في الفولت، وهنا ال AIS ده الجين في الكارنت، هي ال I output على ال I input، زي ما هناك كان ال V output على ال V input. ال I input انا حسبت له معادلة اهوت، عايز احسب معادلة ال I output. ال I input لو عايز احسبه بروح كده اعمل شورت سيركت هنا كده وابدا احسب قيمته، طالما شورت سيركت فالمقاومه دي طارت، فهنا كده يبقى طبعا ايه الحاجات دي راجعه معايا عادي خالص، يعني الكرنت سورس دوت ايه راجع معايا، ما بقاش مقفول، يعني الريزيستنس هي اللي طارت، فهيبقى الاي او الاي او بتساوي مين؟ الفي جي الجي ام 2 في جي اس 2. هيساوي جي ام اتنين في جي اس اتنين، وهنا في عندي جي ام واحد في جي اس واحد بلس في جي اس واحد، وهنا ايه على الار او واحد. طبعا احنا ايه الفي جي اس اتنين هي نفسها في جي اس واحد اصلا من الرسمة، فيبقى الكلام دوت بيساوي جي ام اتنين على جي ام واحد بلس واحد على الار او واحد. واصلا دي حاجة برضو ايه هنا، واحد على جي ام اتنين اقل بكتير من قيمة الار او واحد. فلو انا عندي مثلا مقاومة 10 اوم ومقاومة 10 كيلو، فالمحصلة بتاعتهم هتكون تقريبا هنا هي ال10 اوم، ففي البارلل الصغير هو اللي بيكسب، فدي هتكون بتساوي تقريبا مين؟ الواحد على جي ام واحد.
فلو انا كان عندي واحد على جي ام واحد اصغر بكتير من قيمة الار واحد، يعني لو افترضنا ان جي ام واحد دي كانت 500 والار واحد ديت 50، فواحد على 500 اكيد اصغر من 50، او مش من 50 حتى من 5. فلو الوضع اتعكس، ال 500 رجعت تاني 500 مش واحد عليها، فاكيد هتكون اكبر بكتير من الواحد على 5. فاقدر في الوضع ده ان اروح جاي من التيار دي، فهقول ان الاي اي اس بتساوي الجي ام 2 على الجي ام 1. بما ان الجي ام هي الميو ان سي او اكس دبليو على ال في الفي او في اللي هو السنتاج اللي استنتجناه من فوق خالص، وان الميو ان سي او اكس والفي او في كونستانت، هيبقى الجي ام يعني لو دي كونستانت ودي بتبقى غالبا كده وهي جايه من المانيفاكتشر، البي او في لو انا ثبتها هتبقى الجي ام بتنسب طرد مع ال W على ال. فاقدر اقول ان الاي اي اس يعني اي حاجه تتناسب طرد مع حاجه، فاقدر اقول انها بتساوي الحاجه دي مضروبه في كونستانت. يعني لو انا قلت الجي ام تتناسب طرد مع ال W على ال، فانا اقدر اقول ان الجي ام بتساوي كونستانت في ال W على ال. فلو الجي ام 2 هتساوي كونستانت ودي هتساوي كونستانت، ف الكونستانت هتشيل مع الكونستانت يبقى ال دبليو على ال على الاثنين، وهنا دبليو على ال واحد. الخلاصة بقى يعني دي القوانين النهائية اللي نقدر نشتغل بيهم على طول، مش شرط عشان لو أنا حاجة أشتغل مع current mirror أروح أعمل DC analysis وأبدأ أحسب قيمة الـ R input إزاي والـ R output إزاي، أقدر على طول أشتغل بالقوانين دي. أقول إن الـ R input واحد على جي ام واحد بارلل للـ R O واحد، أو واحد على جي ام واحد بس في حالة مثلا الـ R O واحد ما كانتش متوفرة، بس لو متوفرة الأفضل إن احنا نشتغل بده. الـ R output هي نفسها الـ R O اتنين، والـ AIS هي الـ GM اتنين على جي ام واحد، أو الدبل على الاتنين على دبل على الواحد. مسألة على الكلام دوت. كيو واحد وكيو اتنين have equal channel length، الواحد بتساوي الاتنين، هما الاتنين الميو ان سي او اكس بتاعهم 400 مايكرو امبير على فولت سكوير، الاي بايس بتاعهم 100 مايكرو امبير، فاحسب لي دبليو واحد دبليو اتنين و ال واحد ال اتنين. قال ان الار انبوت بواحد كيلو، ان الار اوتبوت باربعين كيلو، وان الاي اي اس بتاعهم بخمسة، وان البي اي داش 20 فولت على على مايكرومتر. فانا هنا بما ان ال واحد بتساوي ال اتنين فده هيطير، فهيتبقى لي ان الاي اي اس بتساوي دبليو اتنين على دبليو واحد، وقال ان الاي اي اس بخمسة، فانا كده جبت علاقة ما بين الدبليو اتنين والدبليو واحد ان دبليو اتنين بتساوي خمسة دبليو واحد. بما ان الاي دي نص ميو ان سي او اكس دبليو على في او في سكوير، في حالة ان انا ايه، او مش في حالة، انا كده ده عامل عليه فورس فهو شغال كموسفيت يعني كساتوريشن ولا ايه. وهنا بما ان الميو ان سي او اكس دبليو في كونستانت، فيبقى كده الاي دي بتناسب طرد مع الدبليو على ال، او الاي دي بتناسب طرد مع ال على اعتبار ان ال برضو يعني هو يعني هو الاي دي الاي دي بيتناسب طرد مع الدبليو بس، وبيتناسب عكسي مع ال، او بيتناسب طرد مع دبليو على ال ايا يكن يعني. فانا هنا قلت ان الاي دي بتناسب طرد مع الدبليو، وانا ثابت فوق ان الدبليو 2 بتساوي 5 دبليو 1، فبما ان دوت تناسب طرد مع دوت، فيبقى الاي دي 2 هيساوي برضو 5 الاي دي 1. بما ان الاي دي 1 هو ان هو 100 مايكرو امبير، قال لي الايه، قال لي ان الاي بايس ب 100 مايكرو امبير، فيبقى الاي دي 2 ب 500 مايكرو امبير. الار اوت هي الار اوت هي نفسها الار او 2، والار او 2 كقانون هي ال في اي على الاي دي 2، وال في اي هي ال في اي داش في ال 2، فيبقى ال في اي داش في ال 2 على الاي دي ماشي ال في اي تمام. الار او هو قال انها ب 40 كيلو، ال في اي داش مديها لي، الاي دي 2 انا حسبتها، اقدر احسب ال 2. طالما حسبت ال 2 يبقى انا حسبت الايه، ال 1 برضه. هو قال ان الار انبوت بتساوي دي احنا لسه ثابتينها فوق، 1 على الجي ام 1، فالار انبوت هو مديها لي، فانا قدرت احسب كده الجي ام 1 بكام. انا عندي الميو ان سي او اكس دبليو على ال في او في كلها على بعضها هي نفسها الجي ام واحد. اقدر اعوض كده، ما بقاش موجود عندي غير مين غير الفي او في، حسبت الفي او في الاي دي واحد هنا، حسبت الفي او في، انا هنا خدت ده كله باعتباره هو الجي ام، بس انا لسه موجود عندي الدبليو نفسها، فانا قدرت احسب الفي او في، فهرجع تاني في نفس القانون، بس هرجع له بقى بايه، بالفي او في عندي كقيمه والدبليو كمجهول، واحسب ال W. حسبت ال W واحد اضربها في خمسة، يبقى انا حسبت ال W اتنين، بس يبقى كده المطلوب بتاعه W واحد و W اتنين ايه، تحسبهم هما الاتنين.